اخبار اليوم. لواء طارق المهدي، بنرحب بحضرتك بوابة اخبار اليوم، وبنقول لحضرتك الف مبروك على تكريمك النهارده من صالون غازي ثقافي. وحضرتك توليت محافظه اسكندريه وتوليت محافظه الوادي الجديد بالاضافه للمجلس الاعلى للاعلام. محافظه الوادي الجديد بها كثير من الثروات، امتى هتستغل؟ اعتقد ان الطرح ابتدى، يعني الطرق ابتدت تشتغل، الفرافره ابتدت تشتغل، لكن الوادي الجديد حلم ياخد مصر ويجري بيها الحقيقه. تستاهل مننا كل اهتمام وتركيز. ارض بكري، يعني مالكش مشاكل لا في نزع ملكيات ولا في اي حاجه، يعني ممكن تصنع منها مستقبل هايل. نخلي املنا في ربنا كبير. طريق عندله، طريق الفرافره بقى على الطريق، الفرافرة ديروت، يعني 10,000 فدان في الفرافرة الجديدة، بقى 220,000 فدان، ابتدى مجمع الأسمدة الفسفاتية الكبير، في شغل كتير. بنفس المفهوم نتمنى ان برضو المخطط الاستراتيجي للإسكندرية يكون على أسبقيات الدولة. اتمنى ان القوانين تبقى اقل اعاقة لحركة الاستثمار والتنمية في مصر. النهاردة انا كنت عايز اطرح من منظور اخر، ما نتجرش لجملة ايه ده كذا وحش وكذا ضعيف وكذا، ان احنا دايما بنتكلم ايه اللي مخلينا ان احنا حالمين. وتعمدت ان انا اتكلم على المحافظات اللي انا فيها عشان ابقى مرتبط بحاجة حقيقية وليس بقراءات كتب. لا، ده انا بقول اللي انا شفته بعيني، اللي انا خططت له مستقبليا او حاليا، وده كان شيء يهمني جدا. ارجو ان يكون وصل انك بتتكلم على حقائق على الارض بما يعطي مصداقية ويعطي امل في بكرة إن شاء الله. الإعلام ومشاكله وكوارثه إمتى هتتحل؟ عندما يتم تقوية مسبيره، ملاش حل. عندما تكون في مفوضيه اعلام قويه، عندما يكون في مجلس اعلى الاعلام قوي يقوي الاعلام القومي، اعلام الدوله، لانه ليس اعلام حكومه، نحن في احتياج اليه، ده رمانه ميزان، وينقي الاعلام الخاص. الخلط بين الخبر، القوانين، مش مجرد ميثاق شرف اعلامي، البديهيات العمل الاعلامي والقواعد الاساسيه، انك تقول خبر خاطئ او تتاجر حد او تتسلط على حد، المواضيع دي عندما تنتهي اعتقد ان احنا محتاجينها تنتهي، لانها بتنزل صوره سلبيه. وحتى كل موضوعاتنا مشاكلها ايه؟ ان انت مستمتع بجلد هذا الموظف الحكومي، ده مش مظبوط. العاصمه الجديده ومستقبلها وصلت لي. العاصمة الجديدة اعتقد ان البيانات المعلنة عنها شغالة فيها، وانا حتى الزميل اللي شغال فيها اعرفه شخصي بالصدفة، اسمه لواء طارق برضو. ان شاء الله الامل كبير. نقل العاصمة فكرة هايلة. انت اوريدي طريق السويس بقى كله، يعني لغاية العاصمة الجديدة كله مداس وعليه رجل، ومن دلوقتي ابتدأت الارض اللي جنبه تغلى عشان ده العاصمة الجديدة. ان شاء الله تكون فتحة خير علينا، والأمور تبقى ماشية بمعدلاتها الطبيعية اللي تخلي فكرة الأمل عند الناس هي اللي بتسبق فكرة الإحباط. كلنا لازم نشارك في هذا، مش تسقف، مش تهيص، بس إيه، يبقى فيه سنة إدراك، وما يبقاش فيه استمتاع بإن أنا أوجعك، يعني أوجعك ده يطلع بقى موظف يطلع وزير، مش عايزين الاستمتاع بهذا يعني. شكرا حضرتك جدا وشرفتني. شاكر جدا فندم.